السلام عليكم ورحمة الله تعالى. انت انسان ولازم برضو تطبطب على قلبك، لازم في حاجة كده انك ما تشدش اعصابك، تمام؟ تكون ريلاكس شوي. في البداية وبادئ ذي بدء، ضيفك بخير. وصلت المعلومة علشان اليوتيوب وكده، ضيفك بمئة خير، 100 فل وعشرة، تمام؟ رحم الله اللي حصل النهارده لاخواتنا في المواصي، رحم الله كل اللي ارتقوا، نسال الله عز وجل ان يلحقهم بالفردوس الاعلى، نسال الله تعالى ان يرفع الباس عن اخواتنا، لكن ضيفك بخير، نقطه من اول السطر. ليه بقول لك لازم تطبطب على قلبك؟ انا قلت لك هو الخبر اللي طبطب عليك الاول، وعلى فكره سجلت الفيديو اللي قبل اللي فات من اللحظه الاولى وكانت معلومه ان ضيفك بخير. تمام. ليه بقول لك طبطب على قلبك؟ وخليك ريلاكس كده، ما تشدش اعصابك، لا خليك ريلاكس كده. اكيد انت متضايق نفسيا ومتنرفز من الموقف اللي بتعمله قناه العربيه واللي عملته قناه سكاي نيوز النهارده، واللي قاموا بالواجب لنتنياهو، يعني لدرجه ان نتنياهو خلاص قال لابن سلمان وابن زايد هحملكم عروض نسائكم لمده سنه مجانا من غير اي مقابل. فاللي عملته النهارده قناه العبريه وقناه سكاي نيوز واللجان المستاجره، تمام، سواء في السعوديه والامارات، عن فكره ان ضيف كان موجود في المواصي وخان يونس وحصل اللي حصل عشان خاطر كان ضيف موجود، صح؟ طيب اللي عملوه النهارده هذا الاعلام العبري، هذا الاعلام، كل ما قدمه لنتنياهو ان هو برر الوسيله لنتنياهو في اللي حصل النهارده. ليه؟ نتنياهو غرضه من نتنياهو ما كانش عنده معلومه، ولا هو ولا الشباك ولا الجيش الاسرائيلي ولا يوقف جلنت وزير الدفاع، ولا كان عندهم اي حاجه ان ضيف موجود ولا مش موجود. هم عملوا اللقطه دي عشان حاجه واحده بس، علشان يرتكبوا هذا العدد الكبير جدا 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 من المدنيين، يقوم يخلي حماس تتخذ قرار تقول انا موقفه المفاوضات بقى لما امريكا تشوف هتعمل ايه مع اسرائيل واللي بتعمله، ويقوم نتنياهو يروح رافع ايده ويقول شفت يا امريكا اهم هم اللي وقفوا المفاوضات. ليه؟ لان النهارده نتنياهو هو مزنوق زنقه ما بعدها زنقه في ايقاف المفاوضات، لدرجه ان اعترف بنفسه في كلمته دلوقتي وقال لك ان هم حماس يعني او غزه وافقت على 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 الهدنه دون شرط ايقاف الحرب. يعني هو بنفسه اعترف ومع ذلك مش موافق. ليه؟ فكان لازم حته يطلع نفسه منها، ما هو عنده المستوطنين وعنده المعارضه وعنده الجيش مش عايز يكمل في اللي بيحصل له. فكان لازم يدور على حاجه كده. طب ادور على حاجه اعمل قصف واعمل غارات تخلي عدد كبير جدا 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 يسقط، يقوم يخلي القاده اللي موجودين في غزه يرفضوا المفاوضات. طب اخد الحجه ايه علشان خاطر برضو ما فيش غضب يحصل عليا؟ اخد الحجه ايه؟ اخد الحجه ان كان ضيف موجود. طيب اروج ليها ازاي وابيع ليها ازاي؟ رفع التليفون على ابن سلمان وابن زاد، ها هحملكم عروض نسائكم وشرفكم، واوعدكم مش هسجل لكم فيديوهات في غرف نومكم لمده سنه مجانا، حمايه مجانا لمده سنه. فابن سلمان وابن زايد طلعوا اللجان وطلعوا الاعلام بتاعهم، هي دي الحدوته يا جماعه. انا ما بهزرش والله، والله دي الحدوته. ان كان نتنياهو في مأزق وعايز يخلع من المفاوضات ومش عارف، فقال اما اعمل عمليه عسكريه كبيره تخلي القاده اللي في غزه يوقفوا المفاوضات، وانا ارفع ايدي واقول المفاوضات وقفت. طيب ابرر العمليه دي ازاي؟ بقول ان الضيف موجود. طب اقول الضيف موجود، مين اللي يقول ومين اللي ينشر ومين اللي ينشر للعرب؟ قناه العبريه وقناه سكاي نيوز. علشان كده بقول لك بقى خليك ريلاكس واهدى. ليه بقول لك خليك ريلاكس واهدى؟ لازم تطبطب على قلبك. طب اطبطب على قلبي ازاي وانا شايف العربيه واللي بتعمله وسكاي نيوز واللي جان يا حبيبي؟ طبطب على قلبك وتعامل مع هؤلاء من اللحظه الاولى اللي قلتها لحضراتكم في اكتوبر الماضي. في اكتوبر الماضي من 10 شهور قلت لك تعامل مع هؤلاء على انهم بره ملتك، هؤلاء مش من دينك. وده مش حرام، انا مش بقول على حاجه حرام، لا 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 لا، حضرتك روح ادرس فقه بقى وشوف اراء الائمه واراء الشيوخ واجماع العلماء، شوف موقف السعوديه والمتسعودين الداعمين لابن سلمان، وموقف الاماراتيين والداعمين لابن زايد، وموقف المصريين الداعمين للسيسي والداعمين اللي بيحصل في القطاع، واسال الائمه واسال الشيخ بتاعك كده، بس يكون شيخ شيخ بجد، مش علي جمعه اورني ولا اسامه الازهري اورنيين، لا شيخ بجد، ولا وسيم يوسف اورني ولا نطعاوي زي امام الحرم المكي، لا شيخ بجد اساله هيقول لك لا طبعا يا حبيبي مش منك، مش من ملتك، مش من دينك، دول يا حبيبي هؤلاء ليسوا على الدين. فهو هم شطار في حاجه واحده، قناه العربيه واللجان، قناه سكاي نيوز واللجان. هتقول لي شطار في ايه يا عبد الرحمن؟ ده النهارده عمله
شطار ان هم عرفوا يدرسوا اللغه العربيه ويتكلموا عربي زي وزيك، لكن هم في الاصل كوهين وموشيه ونتنياهو ويائير ولبيد والكلام، هم زي دول بالظبط بالظبط. شالوم من الاخر، دول كلهم ابناء شالوم. فابناء شالوم دول درسوا اللغه العربيه، لكن المعتقد بتاعهم هو نفس معتقد نتنياهو بالظبط، بتاع الكاب الصغير اللي بيحطوه مش عارف اسمه ايه من ورا ده، هم نفس المعتقد بتاعه بالظبط. فانت لازم تطبطب على قلبك، تطبطب على قلبك انك خلاص انت عارف دول بتتعامل معاهم ازاي. علشان كده هل انا توقفت عن الفيديوهات او عن اي شيء في نقل الاحداث اللي بتحصل داخل القطاع؟ لا. ليه؟ رغم كميه الفيديوهات اللي كان الكومنتات اللي كانت بتجي لي، التعليقات، حتى الاعلام اللي اسمه ايه دوت، الاعلام السعودي في مره اقتطع لي فيديو، الاعلام المصري ده كل 3 ايام يقطعوا لي فيديو. هل انا تراجعت لما مثلا الاقي واحد نطعاوي كده من هنا ولا من هنا لسه يا عيني بيحاول يبحث عن جيناته الاصليه، هل هو ابن نتنياهو ولا ابن مين، سواء من الثلاث انظمه دول؟ هل انا تراجعت لما كان كل شويه يخرجوا لي يا ماجوسي لما انا بتكلم عن الاوضاع او الاحداث اللي بتحصل في البحر الاحمر، في باب المندب، في البحر العربي، اللي بيعملوا اليمن، اللي بيعملوا لبنان؟ هل انا تراجعت؟ ما تراجعتش. ليه؟ لان خلاص انت لازم تسيستم امورك، تسيستم امورك على انك تشوف مين اللي في صفك ازعل منه لو عمل موقف كده ولا كده، تمام؟ وشوف مين اللي ضدك وتعامل معاه على انه نتنياهو بالظبط بالظبط بالنص. وعايز اقول لحضراتكم ان اللي عملته السعوديه والامارات النهارده ده عربون محبه لزياده المحبه ما بين ابن ناقص ابن زايد في الامارات والدب الدشر في السعوديه لنتنياهو. ليه؟ اقول لك، لان في عمليه شد حبل كبيره ما بين رجاله اليمن وما بين المتسعودين وما بين الامارات العبريه، عمليه شد الحبل ده ابن سلمان عايز يوقف البنوك اللي موجوده، وقصه كده هنبقى نعمل عنها فيديو. فاليمنيين قالوا له هنلغي لك موسم الرياض، مش هنخلي واحده تنزل ترقص تاني في المواسم، هنرجعكم محترمين تاني وتصلوا وترفعوا صوت الاذان وتلغوا هيئه الترفيه وترجعوا هيئه الامر بالمعروف والنهي عن المنكر. فابن سلمان بيحاول يشتري حبال الموده دلوقتي عن اللي هيحميه مستقبلا. ما انت عارف ترامب طلع قال لك انا بحمي كل شويه العروش دول كلهم، سواء في الامارات او السعوديه مفيش طياره تقدر تطير الا بحمايه امريكيه. فهم عايزين الحمايه دي تستمر، رغم ما قدموه من استنطاع وقدموه من كل شيء وقدموه من بيع للعروبه وباعوا دينهم، باعوا دينهم، باعوا دينهم لدرجه انهم خرجوا بره الدين تماما تماما. يقول لك بقى اصل امام الحرم المكي، لا يا حبيبي، اقرا كده واستفتى وشوف شيخ يكون محترم وطلع كتب الفقه واقرا في موقف هؤلاء، تأكد مليار المية عشان تستقر وجدانيا ونفسيا من جواك انت بتتعامل مع فئة ليست منك، ليست منك لا من قريب ولا من بعيد. يعني ما اذا اصابهم في يوما من الايام شيء كبير جدا 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 لا ترهق نفسك، اذا انقلبوا عليك وعملوا دعموا اسرائيل حتى الثمالة لا ترهق نفسك. كانت تستطيع السعودية والامارات والأردن بدون ما حد يطلب منهم يتدخلوا عسكريا ان كانوا يوقفوا الممر البري بس، ما كانش نتنياهو لقى كيلو دقيق، كيلو دقيق ما كانوش لقوا رغيف عيش كانوا يتوقفوا، انما هم استمروا. والله يمتع، الله يمتع، الله يمتع. سفير سلطنة عمان في اليابان جاب لك الخلاصة. ياد ما تزعلش وتشوف السعودية والإمارات والسكاي نيوز والعبرية واللجان المستأجرة، يا ابني ما تزعلش، سفير سلطنة عمان جاب لك الخلاصة وقال لك كنت في اليابان بستغرب اليابان ازاي تدعم موقف اسرائيل في مجلس الامن. ام وزير الخارجية الياباني رد قال لي اربع انظمة لنا علاقات استراتيجية معاها، اربع انظمة عربية قالوا لنا دعموا موقف اسرائيل ولو استمر اللي بيحصل في غزة سنة. فصدمت، ده كلام سفير سلطنة عمان، وعرضته لحضراتكم 50 مرة، السفير العماني في اليابان. فانت ما تزعلش من اللي بتشوفه في قناة العبرية، هم الآن في حالة حزن شديد، قال الضيف اللي عندك مش عارف حصل له ايه، طلع الضيف تمام ومفيش أي حاجة حصلت له، فهم في حالة حزن ويأس شديد جدا جدا، وقاموا بنجاح في ترويج العملية بتاعت نتنياهو علشان نتنياهو يخلع من المفاوضات. سلام عليكم.